السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي طلاب سنة تالتة ثانوي، معانا هنحل ان شاء الله النهاردة جرامر يونت 10 بارت 1 بارت 2 ان شاء الله، اللي هو الديدكشن الاستنتاج والقانون يوز تو اند وود، اللي هو الفرق بين يوز تو وود. قبل بس ما ابدأ، في الفيديو اللي فات بتاع جرامر يونت 9 وخاصة بارت 2 اللي هو بيج صفحة طبعا 127 كله طلع لي كده 127 رقم 37. انا طبعا عملت غلطة غير مقصودة، لان انا كنت بسجل الفيديو طبعا بعد صلاة الفجر، فكنت تقريبا البطارية كانت فاضية. فالجملة دي طبعا بيقول وي رقم 37 وي سبنت نقط داي ات ذا بيتش، على الشاطئ يسترداي. انا طبعا بكل فخر وشطارة اخترتها افري. تعالوا بقى نترجم الجملة. قلت ان داي مفرد طبعا افري، فقلت انا قضيت كل يوم على الشاطئ امبارح زي كل يوم على الشاطئ امبارح. احنا عندنا دلوقتي كلمة داي لها طبيعة خاصة، لو خدت افري داي يعني كل يوم الاسبوع، يعني دي بتدل على التكرار على مدار الاسبوع. انما لو انا اخدت all day يعني طول اليوم طول النهار انت في نفس اليوم، فهنا yesterday نفس اليوم، يبقى all day yesterday all day yesterday. تمام. بعد ما نصلحها بقى طلع مع بعض صفحة 167 جرامر اللي هو الديدكشن الاستنتاج بارت 1 اللي هو الجزء الاول. طب احنا عارفين ان درس الاستنتاج قايم على فكرتين اساسيتين، يا يعني اما زي الجملة رقم واحد ان هو يجيب لك الافعال الناقصه ويخيرك ما بين المعنى المينينج بتاعهم، ان مثلا كانت مستحيل ماست بالتاكيد ماي ربما ومايت ربما او لا اعرف، او تلاقيه مثلا زي الجمله رقم ستة ان هو يجيب مثلا ماست هاف ومعاه ماست بي كانت هاف وكانت بي، اللي هو بيختبرك بعد المعنى، بعد ما تحدد المعنى تبص على الزمن. فتعالوا بقى معايا كده واحده واحده. علي اكيد سافر اسكندريه النهارده الصبح، هو في هو في السرير ولا مستحيل؟ مستحيل يبقى كانت هاف ترافل. اكيد ولا مستحيل، لان الاختيارات اكيد ولا مستحيل ولا ربما، ان السفر حول لندن غالي، الاتوبيسات والاندر جراوند تيكتس اللي هي تذاكر المترو كوست بتتكلف a lot of money فلوس كتير، يبقى اكيد الامر غالي لما تيجي تسافر حول مدينه لندن، يبقى اكيد يبقى ماست بي. واحد يقول لي طب ليه مش مي ومايت؟ احنا قلنا لو الاختيار فيه ماست وماي او ماست ومايت الاثنين اثبات زي بعض، فالفرق الوحيد ما بينهم اللي هو يجيب مع ماي ومايت لفظ شك، ما حطش في الجمله لفظ شك، يبقى الفعل شبه متيقن ويبقى انت عاوز ماست. الجمله رقم 3 ذا نوت ساند ستورم، في عاصفه رمليه ولا ما فيش عاصفه رمليه؟ اكيد ولا مستحيل؟ ذا ستريت، الشوارع ار كفرد ان ساند، مغطاه بالرمل، يبقى اكيد. طب احنا عندنا اتنين اكيد، ماست بي اكيد الان، لان انا كنت قايله لكم ان بي دي يبقى انت بتوصف الان، ولا ماست بين اكيد كان في حدث له اثر، كان في لان هنا خلاص خلصت الشوارع مغطاه بالرمل، يبقى ماست هاب. اي دونت نو وير ماي سكول باج از مام، انا مش عارف الشنطه فين يا ماما، في لفظ شك كده، اي دونت نو، فهي مش هنا، فهي هتمشي على نفس النمط، هي انت اكيد سبتها في القطر. طب انا ما لقيتش اكيد، يبقى ربما سبتها في القطر. لما جاب بقى واحده منهم ما حطش لفظ شك، لان انت دلوقتي مش محتاج تعمل يعني مين ولا مين، مفيش. لكن هتقول مستحيل سبتها على القطر، لا، كان يجب تسيبها على القطر لو معتب، لا ما ينفعش، يبقى ربع. هشام ذا كيز، مفاتيح هشام ار اون ذا تيبل، على المنضده، هو شافهم ولا ما شافهمش لما غادر هذا الصباح؟ ربما طبعا واحد يقول لي ربما شاف، لا ربما دي مصدر، يبقى لسه هيشوفهم في المستقبل، لا ما غلط، كان يجب يشوفهم لما، ما غلط، ما فيش لوم وعتاب، لكن مستحيل يكون شافهم، كانت هاف سين ذم. He rang me this morning، هو رن عليا النهارده الصبح، but I didn't answer، بس انا ما ردتش. انا اكيد ولا مستحيل كنت نايم؟ هتقول طبعا اكيد كنت نايم، اكيد كنت نايم في اتنين ماست، ماست هاف بين ماست بي، انت بتقول اكيد كنت، يبقى انت بتتكلم على قبل لحظه الكلام، يبقى ماست هاف بين. سبعه، انت بتقول شورلي بالتاكيد، هو خلص التجربة already بالفعل، he's only in the laboratory، في المعمل for 10 minutes. انت لو بصيت هتلاقي في دلالتين هيجيبوا لك كانت already بتدل على الدهر، يعني انت مستحيل تكون خلصت التجربة بالفعل. he's only، او هو مستحيل، he's only only فقط في المعمل بقاله 10 دقايق، يبقى انت مستغرب مستحيل يكون خلص التجربة، يبقى كانت only already لما يدلوا مع بعض على الدهشه هيدوا لك ميكس يجيب لك كلمه مستحيل. واحد يقول لي طب ليه مش فينش؟ انت كده بتتكلم على المستقبل، مستحيل هيخلص،
لا هو كده عدى 10 دقايق، يبقى انت بتقول مستحيل انه يكون خلص التجربة قبل لحظة الكلام. 8، she not her mobile phone، دي حالين زيها في professional. he not her, she not her mobile phone، she called me from her friend's phone، هي رنت عليا من تليفون صاحبتها. يبقى مستحيل فقدت تليفونها، لا. كان يجب تفقد تليفونها، لا. mustn't have ده اختيار غلط اساسا، لان احنا قايلين ان mustn't تدل على التحريم، ملهاش ماضي، فدي غلط. يبقى هنا must have lost، اكيد فقد. لو انتوا فاكرين كان بدل must في الكتاب التاني اللي حالينه كانت might، كنت قايله لكم لو must موجوده هتبقى افضل، لان الجمله ما فيهاش لفظ شك. تمام. 9، he not his train، القطار هو he will have to wait، هيضطر ان هو يستنى 2 hours، ساعتين، until the next one، حتى القطار القادم. تعالوا بقى نشوف، هو اكيد لحق القطر كوت، يعني لحق، لا، ربما لحق القطر، لحق اساسا غلط. اكيد فوت القطر، ايوه، مستحيل فوت القطر، لا، هو اكيد فوت القطر، وبناء عليه هينتظر ساعتين حتى القطار التاني. علي ايه؟ as he has got a very good memory، عنده ذاكرة كويسة. اكيد نسي، لا. ربما نسي، لا. مستحيل يكون نسي، ايوه، he can't have forgotten، بس يكون نسي طبعا، كان يجب انه ينسى، يبقى could have for can't have forgotten. it not very windy، عاصفة، during the night، اثناء الليل. there are branches، في اغصان، all over the ground، على الارض، يبقى اكيد في عاصفة. طب يبقى كانت مستحيل تطلع. طيب اكيد دلوقتي العاصفة بلحظة الكلام، ولا كان في قبل لحظة الكلام؟ كان في عاصفة قبل لحظة الكلام، لان في اثر، حدث في اثر، يبقى must have been. I think that this structure، هذا البناء، ايه مهم؟ it was built، شيدة، حوالي 240 years ago، يبقى المبنى ده مستحيل يكون مهم، لا. ما دي برضو الاتنين معناهم مستحيل، فالاتنين يطيروا بعض. طيب يجب ان يكون مهم، يعني انت بتنصح مين؟ ولا اكيد مهم؟ اكيد مهم. طيب surely بالتأكيد، هما جابوا، بصوا بقى، هي brought، احضروا، this heavy pieces، القطع التقيلة، of metal، المعدن، by boat، the boat، المركب، would have sunk، كان هيغرق، المركب كان هيغرق. يبقى مستحيل يكونوا جابوا المعدن ده بالمركب، مستحيل يكونوا نقلوا القطع التقيلة دي بالايه؟ بالمركب. تمام. نيجي بعد كده صفحة 168، جملة رقم 14، انت بتقول my friend told me، اخبرني، that the homework was on page 41، ان الواجب صفحة 41. there isn't page 41، مفيش صفحة 41. يبقى هو اكيد مخطئ ولا مستحيل يكون؟ اكيد مخطئ. طب اكيد في must be، اكيد مخطئ الان، ولا اكيد كان مخطئ؟ told ماضي، ماضي، يبقى حصل قبل لحظة الكلام. انت بتتكلم على قبل لحظة الكلام، يبقى have التصريف الثالث، يبقى must have been mistaken. the underground، المترو، حسن رحلات الناس، people's journeys to work، للعمل، فأكيد حسن. طب عندنا كام؟ أكيد واحدة، must have improved، إنما يجب، كان يجب إنه يحسن، يبقى ما حسنهاش، مستحيل يكون حسن، ربما حسن، ما تجيش. the underground، المترو، جعل السفر حول القاهرة ايه؟ easier، سهل، يبقى اكيد برضو. طب عندنا كام؟ اكيد اتنين، must have made، اكيد جعل، ولا must be made، اكيد جعل. خلي بالكوا بيه، والتصريف التالت ده مجهول، مجهول ازاي وفي السفر حول القاهرة ده كله مفعول، لكن يبقى اكيد جعل السفر حول القاهرة سهل، must have made. طيب my son was rewarded، كفئ، at school، في المدرسة، يبقى هو ممنوع يكون اشتغل بجد، لا، كان يجب يشتغل بجد، ما هو كان يجب يبقى بلوم عليه، الولد كويس، ازاي ليه الوم عليه؟ مستحيل يكون اشتغل بجد، لا، طبعا يبقى اكيد اشتغل بجد. digging under the Nile، الحفر تحت النيل، سهل. طب الحفر تحت النيل اكيد سهل؟ لا، كان يجب يبقى سهل، ربما، ولا مستحيل يبقى سهل. digging under the Nile difficult، بقى يبقى اكيد كان difficult، كان صعب. I can't find my keys، أنا مش لاقية المفاتيح. فأنت بقى الاختيارات، أكيد سرقوا ولا مستحيل اتسرقوا؟ أكيد، في عندك اتنين أكيد، must be stolen، قلنا بي أنت بتتكلم عليهم الآن، بيتسرقوا دلوقتي، و have يبقى اتسرقوا قبل لحظة الكلام، لا، احنا بنتكلم المفاتيح اتسرقت قبل لحظة الكلام، وده الأثر اللي قدام، must have
been stolen وجاي مجهول كده. نيجي السؤال رقم 21. There is water all over the floor. في مية موجودة على الأرض. شخص أكيد ولا مستحيل نسي يعني يشغل نسى الدش مفتوح. نسي الدش مفتوح. طبعا هقول أكيد شخص نسى الدش مفتوح، فطبعا أكيد must forget ومست forget يعني خلاص نسى قبل لحظة الكلام must have forget. My teacher المدرس بتاعي not take us on a journey next week. He hasn't decided yet. هو ما قررش يبقى هو مش عارف لسه هياخدنا في الرحلة ولا لأ. يبقى هناخد might لأن ده يعتبر لفظ شك، بل هو كمان لفظ حبت يعني might. The door was broken. الباب انكسر. So the thieves اللصوص أكيد ولا مستحيل دخلوا الشقة عبر الباب. أكيد أكيد. في عندك must get لسه ده مستقبل ومضارع، يا دخلوا يا هيدخلوا، إنما must have got دخلوا الشقة قبل لحظة الكلام must have got. نيجي بعدها بيقول نوها not surprise دهشة. Our arrival الوصول بتاعنا كان مفاجئ، يبقى أكيد اندهشت. يبقى كانت غلط مستحيل. mustn't have مش موجودة في الإنجليزي أساسا. يبقى هنا عندنا must have got أكيد حصلت على الدهشة، ولا must get لسه بتندهش دلوقتي، لا was ماضي يبقى ده قبل لحظة الكلام، وقبل لحظة الكلام يبقى must have got a surprise أكيد اندهشت. برضو هنا he is so sad وحزين and disappointed محبط. يبقى هو أكيد نجح في الامتحان. مستحيل مستحيل في اتنين مستحيل. مستحيل هينجح، المصدر ده لسه هينجح، لا مستحيل نجح يا دي ماضي. he passed the exam هو نجح في الامتحان and got the full mark وجاب درجة عالية. بصوا بقى الصفات بقى، يعني ما اجي اتكلم دلوقتي على صفة في شخصية البني آدم، الصفة دي بقى في حاجة اسمها صفات بتتغير زي الغضب الحزن السعادة الإحباط التشجيع، وفي حاجة اسمها صفات ثوابت في الإنسان زي الذكاء الغباء فاهمين ازاي الصبر الكلام ده. فأنا دلوقتي لما نقول هو نجح في الامتحان وجاب درجة كويسة جاب الدرجة النهائية، هنقول بقى هو أكيد ذكي فهنستبعد كانت. طب هو أكيد ذكي دلوقتي وساعتها كان ذكي، ولا أكيد كان ذكي وبقى غبي؟ ما هو أنت لو قلت أكيد كان ذكي هو بقى غبي، ما ينفعش يعني. يبقى أنا كاتبة لكم أكيد هو ذكي ولسه ذكي، معلش يعني يبقى must be. تمام. It not our train القطر بتاع it's still too early احنا لسه بدري لسه بدري، يبقى مستحيل يكون القطر بتاعنا، مستحيل يبقى can't be وcan't have بقى. It's still انت لسه مضارع بتتكلم على لحظة الكلام، يبقى can't be our train. It not إيمان تمام أكيد برضو ولا مستحيل تكون إيمان. Who is on the door اللي على الباب. I asked her to come for coffee دعيتها نتيجة الشرب قهوة. يبقى اللي واقفة على الباب إيمان، يبقى كانت غلط. طب أنت دلوقتي أكيد كانت إيمان اللي على الباب، ولا أكيد هي دلوقتي على الباب؟ دلوقتي على الباب بوصف لحظة الكلام، يبقى must be إيمان who is on the door. حط نقطة مالكش دعوة بالنص التاني. نيجي بعد النص التاني بيوضح لك إن في يقين إنك طلبت منها تيجي عشان تعرفك إن في شبه يقين. منى أكيد ولا ربما ولا مستحيل تكون اتصلت بيا. As I was in أنا كنت داخل البيت كل طول اليوم. طب أنا كنت داخل البيت طول اليوم يبقى أكيد اتصلت بيا. إزاي بقى أكيد وأنا في البيت طول اليوم؟ ما أنا كنت هرد. لكن أنت بتقول مستحيل تكون اتصلت بيا، ده يا عم أنا في البيت طول اليوم كان زماني عرفت كان زماني رديت، يبقى مستحيل كانت. We spent the weekend in the farm قضينا العطلة بتاعت نهاية الأسبوع في المزرعة، لكن كان ممكن نقضيها في اسكندريه. انا كنت قايله لكم لما يديك تو اوبشنز اختيارين ويقول لك احنا عملنا كذا بس يبقى كان ممكن نعمل كذا وما حصلش وغيرنا راينا غيرنا راينا، يبقى كان ممكن وما حصلش ان احنا غيرنا راينا. We changed our mind يبقى could have spent. My mother not me about my brother but I'm not sure. I'm not sure يبقى ده على طول ايه شك شك، يبقى في مايت تيل وماي وماي هاف توت. طبعا انا مش واثق انها هتقول لي على اخويا ولا قالت لي، خلاص انا مش واثق انها قالت لي انها كلمتني اخبرتني عن اخويا، انا مش واثق مش واثق في حاجه حصلت مش لسه هتحصل.
تمام. he got the full mark، هو جاب الدرجة النهائية in the last year's exam. شبه الجملة اللي قلناها، هو جاب الدرجة النهائية في الامتحان، يبقى هو أكيد غبي ولا مستحيل؟ مستحيل، في اتنين مستحيل، مستحيل كان غبي وبقى ذكي، ولا مستحيل يكون غبي، مستحيل يكون غبي، دي صفة ما بتتغير، ما ينفعش تبقى حسب الموقف وتتغير، تمام؟ نيجي بعدها، لكن بص بقى معايا هنا، أنت بتقول he is a professor at Cairo University، هو دلوقتي أستاذ في الجامعة. طب أنت بقى هنا بتقول أكيد ولا مستحيل إنه كان طالب غبي؟ مستحيل. أنت بقى بتتكلم عليه هو طالب، وهو طالب يبقى مستحيل إنه كان طالب غبي، بيتكلم عن صفة كانت تخص الماضي فترة الطفولة. فترة الطفولة يبقى قبل لحظة الكلام، يبقى أنت بتتكلم على كانت هاف، إن هو دلوقتي مش طالب عشان نستخدم الماضي. هاني نقط، our arrival was a sudden، وصولنا كان مفاجأة، كان مفاجأة يبقى هو must have أكيد دهشة. يعني إيه أكيد دهشة؟ إزاي هاني أكيد دهشة؟ غلط. طب هنا كان ده بين أكيد مستحيل مندهش، غلط. must have been surprising، surprising صفة معناها مسبب للدهشة، أكيد مسبب للدهشة. هاني أكيد مسبب للدهشة؟ لا، هاني must have been surprised، أكيد يشعر بالدهشة. يعني إحنا كل قايلين إن صفة الإي دي بتدي لك يشعر، أكيد يشعر بالدهشة. 35، do you know what is your brother doing now؟ أنت عارف أخوك بيعمل إيه؟ فرحت أنت قلت له نقط on his computer، it's his habit to do that، من عاداته، الاختيارات كلها must، يبقى عاوز الزمن. هو هنا بقى بيتكلم على قبل لحظة الكلام ولا في لحظة الكلام؟ في لحظة الكلام. أنا كنت قايل لكم في لحظة الكلام إحنا بناخد must be ing، must be صفة، must be حرف جر، يبقى هناخد must be working. It's not difficult to climb that hill، إن إحنا نتسلق هذا التل. There are small children at the top، في أطفال على القمة. طالما في أطفال على القمة يبقى أكيد صعب إن إحنا نتسلق، ربما صعب إن إحنا نتسلق، ولا مستحيل يكون صعب؟ مستحيل. طبعا دي غلط خالص، إزاي ضروري يكون صعب؟ إزاي مش فاهمة يعني إيه ضروري؟ تمام، يبقى مستحيل، can't be. 37، some people think that it's not an asteroid، اللي هو كويكب صغير مذنب، ضرب الأرض and killed dinosaurs، وقتل الديناصورات، يبقى أكيد مذنب. أكيد يبقى must be must have been، أنت بتتكلم على حاجة حصلت من زمان، يبقى must have been an asteroid. 38 بيقول is أحمد a good student، هل أحمد طالب كويس؟ فقلت هي نقط I don't know him well، أنا مش عارفه كويس. لغاية هنا كانت هتبقى maybe و could be، كان يقول اتنين صح. راح قال جملة بقى ادتك دليل على الكلام نفسه، I heard he was offered a scholarship، اتعرض عليه منحة for the next year، يبقى الولد ده أكيد ذكي. أكيد هنا برضو مش بتدي يقين، كما كنت قايل لكم 80% يقين، اليقين اللي عندك ال 80% جايبهم من الدليل إنه حصل على منحة. إنما لو الجملة كانت وقفت من غير بط كانت بقت مي وكود الاتنين إيه صح. 39، is أحمد a good student، هل أحمد طالب كويس؟ فرحت أنت ردد قال هي نقط I don't know him well، هنا بقى ما قالش أكيد، شال بقى النص التاني، يبقى مش عارف، يبقى may و could be الاتنين ايه صح، في شك. is أحمد a good student، فرحت أنت قايل هي نقط I know he is a careless student، هو طالب مهمل، أنا عارف إنه طالب، يبقى مستحيل، can't be، مستحيل يكون طالب كويس، تمام. الناس بقى بتتوتر لما تلاقي تلات جمل جايين شبه بعض، يقول لك هو ايه الفرق بين ما انت مالك، انت حل كل جمله كانها كيان مستقل، مالكش دعوه، اخر السنه ما بيجيبش كده، بيجيب واحده منهم، بيعلمك بقى ان الترجمه ان لفظ واحد من جمله والتاني ممكن يغير كيان الجمله. مش 41، do you think the grocery store اللي هو محل البقاله اللي هو البقال يعني is still open، ما زال مفتوح؟ فرحت انت قال اتنقط I can't even او I can't ever remember whether hours، انا مش فاكر ساعات العمل بتاعته، مش فاكر، يبقى شك، شك يبقى must وكانت غلط، يبقى could be، ولا الازمنه تبقى صح، يبقى could be. طبعا نيجي بعدها، ماشي. انا كنت عاوزه اقول حاجه، الجمله 38 في طالب قال لي طب ليه مش از؟ علشان دي I don't know him well.
انت عارف لو قلت he is، لو شال دي كانت بقت he is، he was offered كذا. لو شال I don't know، مش عارفه كويس بس انا سمعت. فاكرين لما كنا بادئين نشرح الاستنتاج وقلت لك ان الاستنتاج بيبقى دايما عن يا موقف ما حضرتوش يا شخص ما تعرفوش كويس، هو ده الاستنتاج. ما هو قال لك انا مش عارفه كويس اهو، لكن سمعت ان هو عرض عليه ايه، عرض عليه سكولارشيب، عشان في طالب قال لي برضو ليه، كان سائلني بعد المحاضره بيقول لي ليه دي مش از، هو عامل الهوم ورك بيقول لي ليه دي مش از، قلت له لا لا ده يقين كامل ما يجيش فيه اي هيرد ابدا. خلاص بنرجع لجملتنا 42، let's be really، دعنا نكون really quiet هادئين when we go into the baby's room، لما ندخل غرفة الطفل. هو نايم، we don't want to wake him up، مش عاوزين نصحي. الاختيارات كلها ايه، might و could، يعني كلها شك، يعني هو بيلعب هنا على الزمن. هنا بيوصف لحظة الكلام، وصف لحظة الكلام يبقى فعل ناقص وراه be ing، يبقى might be sleeping، اكيد نايم دلوقتي. I wonder، انا بتساءل، why the radio، ليه الراديو is on the den، is on يعني شغال، ليه الراديو شغال in the den، den معناه ايه، ممكن يبقى معناها المكتب وممكن يبقى معناها غرفة الجلوس مثلا اللي بنقعد فيها كلنا مع بعض. فانا بقول لك ليه الراديو شغال، no one is there، ما فيش حد هناك. رحت انت قال جدتي كلهم اكيد نسيت، فانت تقول اكيد نسيت تطفيه، كانت بتسمعه، اكيد نسيت، يبقى انت بتتكلم قبل لحظة الكلام، اكيد نسيت يبقى must have forgot. نفس ذات الجملة، I wonder، انا بتساءل، why the radio، ليه الراديو is on، شغال، in the den، في الغرفة، no one is there، محدش هناك. رحت انت قايل grandma مستحيل تكون افتكرت، افتكرت قبل لحظة الكلام، يبقى can't have remembered، يعني غير الفعل، اتحول الفعل من اكيد لمستحيل، اكيد نسيت مستحيل افتكرت، فاهمين ازاي؟ تمام. I wonder why the radio is on the in the den، ليه الراديو شغال في المكتب؟ No one is there. Grandma اكيد افتكرت تطفي، لا ولا واحدة صح، لأن كلهم معناهم اكيد افتكر، ولا واحدة صح. ماشي. دنيا must have left. Must لو جه بعدها في التصريف الثالث، ما تديش ريكوست طلب ولا اوفر عرض ولا ادفايس نصيحة، يبقى بتدي deduction استنتاج. She can't have left، مستحيل تكون غادرت البيت yet، ليس بعد، because her car is still outside، ده معناته احنا بنعتقد she hasn't left، ان لم تغادر the house so far، حتى الان، لكن احنا نعتقد انها مؤكدا سابت البيت، عكس المعنى، احنا بنعتقد ان مستحيل تكون ما سابتش البيت، مستحيل ما تكونش سابت البيت، يبقى اكيد سابته، يبقى ما نفي النفي اثبات، ويبقى دي ودي صح، يبقى كده الإجابة الأولى. I didn't used to، إحنا دلوقتي بقى هنروح ليوست تو، يعني دي أول جملة كده بتقص الشريط، لم أعتاد أن أدخن. طبعًا أنتوا عارفين إن دي معناها لم أعتاد في الماضي، لم أعتاد في الماضي يبقى أنا بفعل الآن. يبقى أنا بدخن دلوقتي؟ وكنت بدخن في الماضي؟ لأ، يعني نص الجملة أو صح التاني لأ. أنا دخنت في الماضي؟ لأ، لكن دلوقتي مش بدخن، ده العكس. انا بدخن دلوقتي لكن ما كنتش بدخن في الماضي، صح. خليكوا بقى معايا وهاتولي بارت 2 من الجرامر معايا في صفحة 176. طبعا بداية كده الصف ده كله كده غلط، لان wouldn't ما بتجيش في النفي، احنا كنا قايلين بتتنفي بنيفر لما خدنا المحاضرة، قلنا النفي الوحيد اللي مسموح ان would تستخدم فيه would never، وش معنى يا مس؟ قلت لكم علشان وود بتيجي مع الفاظ التكرار ونيفر بتدل على التكرار، ده صح. انما تقولي wouldn't ده غلط، تمام كده، wouldn't ده كده ايه، غلط. طيب تعالوا بقى معايا، يبقى wouldn't تطلع، نشوف بقى. انا اعتدت اني احب الالعاب لكن ما عادش بلعب يوم دلوقتي، ايوه اعتدت، يبقى لم اعتد دي غلط، لان هو دلوقتي بيقول لك مش بلعب، يبقى اعتدت. في would وفي used to وراهم مصدر، ود ما بتجيش مع افعال الميول ولا الافعال التقريريه، يبقى هتبقى used to. I loved going to my grandmother، كنت بحب الذهاب لجدتي، because she not cook amazing dishes every time. طبعا cook مصدر، طبعا وجود wouldn't نفي غلط، مفيش حاجه اسمها used to، انت ما بين would و didn't used to.
تمام. انا كنت بحب اروح لجدتي لانها كانت معتاده تطبخ لي. يبقى ود يجي واحد يقول لي وجود لفظ التكرار يخليني مع لفظ الماضي يخليني اخد ود. شين ولف طبعا، وكوك فعل حركي ما بيمنعش انه يجي مع ود. She not live in London before the war, then she moved to New York. لو احنا بصينا في الجملة دي ود انت هتطلع خلاص. نقلت نيويورك يبقى اعتادت تعيش في لندن، يبقى لم تعتاد دي غلط. في عندك would وعندك used to. واحد يقول لي ما هما الاثنين صح، الفعل live بيجي في الاستمرار عادي، بيجي مع الاحداث طويلة المدة والدنيا تمام. اقول له لا، اكتب لي بقى الملحوظة دي، مليتها لكم برضو في المحاضرة اللي كنا واخدينها في بروفيشنال. كنا قايلين ان اذا لم يأتي في الجملة لفظ تكرار مع لفظ ماضي صريح، لفظ تكرار مع لفظ ماضي صريح ما نستخدمش would. يعني هو قال لك would بتشترط يا يكون معاها لفظ تكرار يا يكون معاها دلالة ماضي واضحة. طبعا الجملة دي هنا فيها ما فيهاش دلالة ماضي واضحة. واحد يقول لي moved ما فيش لفظ تكرار، يبقى used to، used to live. I remember when I was a child، لما كنت طفل. تمام. We not go fishing every morning. طبعا go مصدر، طالما طبعا استبعدنا would، طالما مصدر get used to غلط لان دي اعتاد بصعوبة بعدها اي ان جي او اس. تمام. تطلع معانا would ومعانا didn't use. نشوف بقى لما كنت صغير كنت معتاد اروح اصطاد كل صباح معاك لفظ تكرار اهو. It was great كان امر عظيم، يبقى كنت متعود، كنت متعود يبقى would. نيجي بعدها he not be a very good tennis player. طبعا هنشيل wouldn't عشان ملهاش نفي خلاص كده. حتى كسر الانكل بتاعه اللي هو الكعب، يبقى اعتاد، يبقى ما ينفعش didn't use. اعتاد ان في would وفي used to، verb to be افعال تقريريه ممنوع تيجي مع would، يبقى الاجابه used to be. My grandfather جدي swim في مصدر، يعوم في البحر، يبقى طالما مصدر يبقى تطلع مين is used عشان بعدها اسم ing. معانا طبعا used to اعتاد وشود يجب، جدي يجب انه يعوم في النهر لما كان صغير، لا اعتاد. تمام. بعدها in the past في الماضي children not often help. طبعا احنا لو بصينا often لفظ تكرار، لفظ تكرار ياتي بعد would. واحد يقول لي وبعد used to، لا بعد used، يعني كانت بقى اسمها used often to كذا. تمام كده مش اسمها used to often خلاص كده، بقى would often help me to make a cake when I cooked. تمام. خليكم معايا. الجملة 8 بيقول Do you remember how your uncle حسام أو حسن not sit in that chair. طبعا احنا sit مصدر، هتستبعد was used عشان بعدها اسم ing. فطبعا in that chair and smoke، ويدخن those disgusting cigar، ان هو يدخن هذا السيجار المقزز. فطبعا sit مصدر، مفيش اسمها would be assistant، احنا قايلين مفيش معاها فعل تقريري، يبقى used to sit، اعتاد ان يجلس. Your mother not have a pony. طبعا pony حصان صغير when she was young. طبعا wouldn't مش موجودة في الانجليزي، ما فيش نفي would. طبعا have يا used to يا would. طبعا have فعل امتلاك، افعال الامتلاك والادراك والميول ممنوع تيجي مع would، يبقى تبقى used to have. For years لعدة سنين they not go on holiday to the Rockies لجبال روكي but then it became very fashionable and hence ولذلك expensive. فعل go من الأفعال اللي هي ممكن تنحط في الاستمرار، ممكن تيجي كمان مع مدة طويلة، إذا في أجازة حدث ممتد. تمام. فممكن would go اعتاد أن يذهب، و used to go اعتاد طبعا wouldn't مفيش الكلام. 10 years ago دي بقى المهمة، في ناس هتنخدع ب everyday ويقول لك ده حد ده لفظ تكرار وناخد would. طبعا would انت تطلع و used to تطلع عشان دي عاوزه did و didn't. فانت دلوقتي ما بين would write ولا wrote. انا مليك وقايله لكم اذا جه في الجمله yesterday ago last in وتاريخ، يبقى انت بتحكي ذكريات قديمه في الماضي البسيط، والجمله دي كمان كانت حدث مؤقت لانه طبعا maybe it was my life that was boring، يعني معناه ان هو كان بيتكلم عن حدث مؤقت في الماضي، يبقى روت. تمام. نيجي بعدها at the start of the marriage في بداية جوازهم they not be. طبعا be يبقى would wouldn't بره. طب اعتادوا ان يكونوا سعداء ولا لم يعتادوا ان يكونوا سعداء، لكن then بعد كده كل حاجة بقت غلط، يبقى اعتادوا ان يكونوا سعداء used to be happy. طيب we not living، living ing ing يبقى معانا get
بصعوبة be become وبعدين use to اسم أو ing. تمام؟ مين اللي موجودة؟ are using غلط، used to طبعا غلط، use بس عايزة did و didn't غلط، يبقى are used to be used to يعتاد ing. when we had a serious argument لما عملنا لما تجادلنا جدل جامد، سامي وأنا اعتدنا أن نتكلم ولا لم نعتاد أن نتكلم مع بعضنا الأسابيع؟ لم نعتاد، لم نعتاد يبقى didn't used to. ممكن نستبعد بطريقة تانية إن talk مصدر يبقى wasn't غلط. تمام؟ وبالمعنى طبعا didn't used to. when I was five لما كان عندي 5 سنين I not be أول ما الاقي be would wouldn't كده كده wouldn't هتستبعد يطلع. طب هنا بقى نشوف اعتاد أن ولا لم يعتاد. لما كان عندي 5 سنين كنت قادر إن أنا أعمل incredible gymnastics ألعاب رياضية يعني خطوات جمباز أو جيمناستيك رائع. دلوقتي مش قادر ألمس صوابع رجلي، مش قادر ألمس صوابع رجلي بقى كنت متعود أعمل حركات رياضية إيه incredible لا تصدق. I not share an apartment شقة with my friend but then I moved out طبعا she wouldn't غلط. تمام؟ دلوقتي نقلت I have my own place يبقى اعتدت، اعتدت يبقى didn't use غلط. طب اعتدت في would في used to مفيش لفظ تكرار عشان اخد would، مفيش دلالة ماضي زي when I was young for years، مفيش دلالة ماضي تدل على ان انت عادة في الماضي. واحد يقول لي يا مس ما هو في moved، لا لازم دلالة ماضي when I was young but now لفظ تكرار معاهم، مفيش لا ده ولا ده. عندما لا يوجد بالجملة دلالة ماضي صريحة زي when I was young أو but now مع ألفاظ التكرار لا يستخدم would، يفضل استخدام used to. هي مش غلط، تمام؟ مش غلط بس مش شائع، يبقى الأفضل يوز لأنه عايزك تستخدم واحدة منهم أحسن من التانية. طيب الفعل like من أفعال الميول، would غلط wouldn't كده ما بتجيش مع أفعال الميول، wouldn't كده كده النفي ما بيستخدمش، يبقى used to didn't used to. نشوف المعنى. كنت متعود أحبه كتير لما كنا في المدرسة لكن دلوقتي إحنا أصحاب، لا ما كنتش متعود أحبه دلوقتي إحنا بقينا أصحاب، بقينا أصحاب يبقى ما كناش أصحاب، إحنا كنا قايلين بط بتدي تناقض، التناقض بعدها إيجابي قبلها سلبي، بعدها إيجابي إن إحنا أصحاب قبلها سلبي ما كنتش بحبه. تمام؟ يبقى didn't used to. طيب for years لعدة سنين، أي for years دلالة ماضي صريحة، دلالة ماضي صريحة. طب بتقول لسنوات my mom not buy everything I wanted but أو تناقض أهو بقى، تناقض زي but now، ما هي but هي but now since she is on vacation now أهي now أهي I have to beg my dad كنت بقى أتوسل لوالدي for everything. طبعا buy مصدر يبقى ما ينفعش is used. تمام؟ اعتادت أن تشتري ما ينفعش didn't use، والنفي غلط يبقى would بديل used to، الاثنين هنا صح. my father not get طبعا get نوعها ايه مصدر، طبعا مش اسمها would be مفيش نفي اسمه wouldn't. نشوف بقى used to اعتدى ولا didn't use بعد but. دلوقتي بقول لك he has been neglecting me lately هو بيهملني مؤخرا، حاجة سلبية يبقى كان بيجيب لي اللي انا عاوزه قبل كده، يبقى هنا ايجابية يعني كان بيجيب لي، يبقى used to get me. طيب on Fridays ايام الجمعة لفظ تكرار اهو after his football match بعد ماتشات الكورة. عادل often لفظ التكرار بعد النقط، بعد النقط يبقى would طبعا wouldn't غلط وطبعا الإجابة كده ولا used to يجي بعدها لفظ التكرار، لفظ التكرار بيجي بعد used مش بعد to. تمام؟ الجملة 21 بيقول before getting my driving license قبل ما أحصل على رخصة القيادة بتاعتي I not try the bike أو bicycle every where. طبعا احنا لو بصينا هنلاقي ان رايد مصدر فكله بيجي مع المصدر، فهنا بيقول قبل ما احصل على رخصة القيادة كنت متعود اقود الدراجة، كنت متعود اقود الدراجة. الفعل رايد طبعا من الافعال اللي بتنحط في الاستمرار فود صح ويوز تو صح، ومعك لفظ طبعا تكرار يبقى الاثنين صح. when the weather was bad لما الطقس كان سيء I not stay طبعا stay نوعها ايه مصدر، طبعا مصدر يبقى get used غلط. تمام كده؟ wouldn't النفي غلط، انت النفي بنيفر ماشي، يبقى used to يا didn't used to معلش الطقس وحش يبقى اعتدت ان اظل في المنزل واقرا الكتب المصوره. when I played chess with my father لما كنت بلعب شطرنج مع بابا طبعا دي دلاله ماضي صريحه when وزي when I was young.
لفظ التكرار جاي بعد النقط يبقى would always، تمام lose، تمام. طبعا get used to عاوزة اسم او ing، كانت هتبقى lose تبقى losing. when he was young لما كان صغير، هي نقط walk، طبعا walk مصدر، طبعا used to غلط عاوزة did و didn't، طبعا wouldn't غلط عشان ما بتتنافيش، يبقى معانا يا would يا didn't used to. المعنى لما هو كان صغير هو كان متعود يتمشى على الشاطئ كل مساء قبل الفراش، طبعا وجود لفظ تكرار برضو يبقى معانا would، ما جابش انه مش متعود يتمشى. 25 she not love، طبعا وجود love فعل من افعال الميول يلغي would، وكده كده بنلغي wouldn't عشان ملهاش نفي، يبقى اتعودت احب طبعا لعبة البادمنتون اللي هو التنس الريشة before she hurt her hand، قبل ما تأذي ايدي يبقى اعتادت ان تحب، لان هنا طبعا سلبي وهنا ايجابي. we not go to the same little cafe for lunch every day when I was a student، لما كنت صغير. طبعا wouldn't مفيش نفي، go مصدر يبقى ما ينفعش get accustomed to، get accustomed to بتساوي get used to، بيجي بعدها اسم او اي ان جي، تمام. ولا are used to، لان are used to برضو اسم او اي ان جي، يبقى هنا هتبقى used to go. kids الاطفال نقط talk، talk مصدر، يبقى معانا wouldn't طبعا النفي غلط، اعتادوا بقى would و used، يكلموا ابائهم بهذه الطريقه that has happened، what has happened to those days، ايه اللي حصل لهم هذه الايام، يبقى ما كانوش متعودين يعملوا كده، يبقى didn't used to. بعدها have من افعال الامتلاك، يبقى لا would ولا wouldn't تنفع معانا. نشوف بقى كنت متعود ان انا شعري يكون قصير لما كنت مراهق، يبقى used to. when I was young لما كنت صغير، my family not often لفظ التكرار بعد النقط، يبقى الإجابة would، طبعا wouldn't مفيش، using to مفيش، يبقى هنا تبقى would often go to. when I was a child لما كنت صغير، I not like، like من أفعال الميول، لو would تيجي كده كده wouldn't غلط، كنت متعود أحب peanuts but now I don't، انت but now بتدي تناقض بعدها سلبي، يبقى قبلها إيجابي، يبقى used to. in the morning في الصباح، هي نقط sitting، طبعا sitting i n g، ما ينفعش didn't use عاوزه مصدر، ما ينفعش would عاوزه مصدر، wouldn't have been كان ممكن وما حصلش، ايه اللي في الموضوع، ايه علاقته بالموضوع، يبقى was used to كان متعود يقعد على البلكونه. i not wear glasses when i was at university، when i was at university ذكريات قديمه، wear مصدر، never would غلط، لما would never كان ماشي صح، يبقى دي غلط كده مكان لفظ التكرار بعدها، فبالتالي A and B دي غلط، يبقى used to. طب ليه wasn't used to غلط؟ عشان عايزة بعدها اسم أو ing. every night in the past كل يوم في الماضي في لفظ تكرار، و in the past لفظ ماضي صريح. my grandfather not drink، drink مصدر، مصدر طبعا in the past ماضي طيار لي doesn't، wouldn't ما بتجيش النفي، طبعا get used to عاوزة اسم أو ing، يبقى بالاستبعاد would. شي نقط بي، بي من افعال الميول، افعال قصدي من افعال التقريريه، يبقى would wouldn't مع السلامه. طيب she doesn't sing well now، هي مش بتغني دلوقتي كويس، سلبي، يبقى هنا في الماضي كان ايجابي، اعتادت ان تغني جيدا، يبقى used to. ice cream not taste that good but I can't stop eating it now، طبعا انا مش قادره اوقفه دلوقتي، يبقى ما كانش طعمه حلو في الماضي، يعني دلوقتي بحبه مش بقاوم ان انا اكله، ده حاجه ايجابيه، يبقى زمان كان حاجه سلبيه، طبعا هتبقى didn't used to، ما كنتش متعود ان الايس كريم، الايس كريم ما كانش معتاد انه يكون مذاقه حلو، ولكن دلوقتي باكله كويس. بي افعال التقريريه ودونت غلط، يبقى معانا used to او didn't used to. النص الثاني قالك هي gradually تدريجيا drifted out، استبعدها من الصوره، يبقى زمان كان متعود يكون في الفريق، يبقى used to be ايجابي سلبي. when I was five طبعا بي هتستبعد would wouldn't كده كده مستبعدها، didn't used to used to نص الجملة التاني. لما كان عندي 5 سنين كنت ولا ما كنتش قادر اني اعمل، دي مكررة بيتهيألي، انا مش بقدر احرك صوابع رجلي، يبقى ما كنت هنا مش قادر احرك صوابع رجلي، دي جملة سلبية، يبقى كان زمان بيلعب رياضة كويس، يبقى used to do incredible gymnastics. نيجي بعدها ايوه تقريبا دي نفس الجملة 15، تمام 38 this spray is used، خلي بالكم بقى قلتلكوا لو اول الجملة غير عاقل يبقى be used بتاعتنا هيبقى معناها يستخدم،
يستخدم يبقى التو بتاعتها وراها مصدر والفور بعدها اسم او اي ان جي. يبقى انا لو ترجمتها السبراي او المادة دي الرش ده يستخدم لكي يقتل، يبقى تو كيل او فور كيلينج لقتل موسكيتوز اللي هو الناموس. لايك من افعال الميول، ما تجيش مع وود وما فيش حاجة اسمها وودن. نشوف بقى يوز تو ولا didn't use to. قال لك but now، لكن دلوقتي انا بكره، يبقى ده سلبي، يبقى النص الاول ايجابي، اعتدت ان احب لكن دلوقتي بكره. اخر جملة she used to be good at cooking، كانت متعودة تبقى كويسة في الطهي when she was young، يبقى دلوقتي but now هي مش كويس. طيب مش كويس used to be قايله لكم اول ما الاقي بي، يبقى النص التاني لازم يبقى فيه بي، يبقى isn't. تمام، ربنا يوفقكم، اشوفكم في فيديو جرامر ال11.